الفائدة بنسختها الجديدة في حال أقرت ستنعكس على كثير من القطاعات. فكيف ستنعكس زيادة الضرائب على القطاعات الإنتاجية من صناعة وتجارة؟ ضربة شبه قاضية على الاقتصاد، هكذا تصف القطاعات الاقتصادية المنتجة إقرار أي زيادة ضريبية في الموازنة من قبل الحكومة. ضربة تضاف إلى 4 سنوات من المعاناة نتيجة الصعوبات والشلل السياسي التي أدت إلى جمود بالحركة الاستثمارية والسياحية وتراجع بالحركة التجارية بأكثر من 30% وانخفاض الصادرات بأكثر من مليار دولار. ضريبة على القيمة المضافة اللي هي بدها ترتفع من 10% ل 11%، وبالتالي بدها تقريبا تمتص من الأسواق الاستهلاكية ما لا يقل عن 200 مليون دولار، وبالوقت ذاته ترفع أسعار الاستهلاك بلبنان. من ميل آخر، في عندي رسم مقطوع على الكونتينرات المستوردة، يعني بتراوح بين 80,000 ليرة على كونتينر 20 قدم و 120,000 ليرة على كونتينر 40 قدم. وبما أنه لبنان يستورد تقريبا 1,000,000 كونتينر بالسنة، هيدي 60 مليون دولار إضافة على كل شيء اسمه فواتير وإيصالات تجارية، يعني بدها تزيد 2.5 مرات من 100 ليرة ل 250 ليرة. في عندك على السيارات رسوم من 80,000 وصولاً ل 3,800,000. حصيلتهم كلها هيدي على الاستهلاك تقريباً بين 400 و 500 مليون دولار. الضرائب اللي راح تطال مؤسساتنا من 15 ل 17%، يعني هيدي بتكون زيادة ضرائب بحدود 13%، عم تضربنا بالصميم. هذه الخطوة تعتبر عامل طارد للمستثمرين ولرؤوس الأموال بالوقت الذي قد يكون تحقيق الإيرادات من خلال تكبير ودعم الاقتصاد. لازم اليوم مثلا نحن نتمنى يصير في موضوع تحديد يعني الطاقة، دعم الطاقة 30 مليون دولار على يعني بيخلق 7000، بيزيد 7000 فرصة عمل. هذا ما لازم يعني ما نعمله. موضوع زيادة الصادرات، تعقول إذا بناخد إجراء بزيادة يعني دعم الصادرات لو بده يكلف 50 مليون دولار، ما هذا عم بيرجع يعني عم بيزيد صادراتنا بمليار دولار. يأتي ذلك بظل التحديات اليومية التي تواجهها المؤسسات والمصانع للصمود وسط الصعوبات الاقتصادية والمنافسة الأجنبية غير الشرعية، فيما الإقفالات والبطالة إلى تزايد.